سفر أخبار الأيام الأول الأصحاح 28. وجمع داود كل رؤساء إسرائيل، رؤساء الأصباط ورؤساء الفرق الخادمين الملك، ورؤساء الألوف ورؤساء المئات، ورؤساء كل الأموال والأملاك التي للملك ولبنيه مع الخصيان والأبطال وكل جبابرة البأس إلى أورشليم. ووقف داود الملك على رجليه وقال: اسمعوني يا إخوتي وشعبي، كان في قلبي أن أبني بيت قرار لتابوت عهد الرب ولموطئ قدمي إلهنا، وقد هيأت للبناء، ولكن الله قال لي: لا تبني بيتا لاسمي، لأنك أنت رجل حروب وقد سفكت دما. وقد اختارني الرب إله إسرائيل من كل بيت أبي لأكون ملكا على إسرائيل إلى الأبد، لأنه إنما اختار يهوذا رئيسا، ومن بيت يهوذا بيت أبي، ومن بني أبي سر بي ليملكني على كل إسرائيل، ومن كل بني، لأن الرب أعطاني بنين كثيرين، إنما اختار سليمان ابني ليجلس على كرسي مملكة الرب على إسرائيل. وقال لي: إن سليمان ابنك هو يبني بيتي ودياري، لأني اخترته لي ابنا وأنا أكون له أبا، وأثبت مملكته إلى الأبد إذا تشدد للعمل حسب وصاياي وأحكامي كهذا اليوم. والآن في أعين كل إسرائيل محفل الرب وفي سماع إلهنا، احفظوا واطلبوا جميع وصايا الرب إلهكم لكي ترثوا الأرض الجيدة وتورثوها لأولادكم بعدكم إلى الأبد. وأنت يا سليمان ابني، اعرف إله أبيك واعبده بقلب كامل ونفس راغبة، لأن الرب يفحص جميع القلوب ويفهم كل تصورات الأفكار، فإذا طلبته يوجد منك، وإذا تركته يرفضك إلى الأبد. انظر الآن، لأن الرب قد اختارك لتبني بيتا للمقدس فتشدد وعد. وأعطى داود سليمان ابنه مثال الرواق وبيوته وخزائنه وعلاليه ومخادعه الداخلية وبيت الغطاء، ومثال كل ما كان عنده بالروح لديار بيت الرب ولجميع المخادع حواليه ولخزائن بيت الله وخزائن الأقداس ولفرق الكهنة واللاويين ولكل عمل خدمة بيت الرب ولكل آنية خدمة بيت الرب. فمن الذهب بالوزن لما هو من ذهب لكل آنية خدمة فخدمة، ولجميع آنية الفضة فضة بالوزن لكل آنية خدمة فخدمة، وبالوزن لمنائر الذهب وسرجها من ذهب بالوزن لكل منارة فمنارة وسرجها، ولمنائر الفضة بالوزن لكل منارة وسرجها حسب خدمة منارة فمنارة، وذهبا بالوزن لموائد خبز الوجوه لكل مائدة فمائدة، وفضة لموائد الفضة، وذهبا خالصا للمناشل والمناضح والكؤوس، ولأقداح الذهب بالوزن لقدح فقدح، ولأقداح الفضة بالوزن لقدح فقدح، ولمذبح البخور ذهبا مصفا بالوزن، وذهبا لمثال مركبة الكاروبين الباسطة أجنحتها المظللة تابوت عهد الرب. قد أفهمني الرب كل ذلك بالكتابة بيده علي، أي كل أشغال المثال. وقال داود لسليمان ابنه: تشدد وتشجع واعمل، لا تخف ولا ترتعب، لأن الرب الإله إلهي معك، لا يخذلك ولا يتركك
حتى تكمل كل عمل خدمة بيت الرب. وهو ذا فرق الكهنة واللاويين لكل خدمة بيت الله، ومعك في كل عمل كل نبيه بحكمة لكل خدمة، والرؤساء وكل الشعب تحت كل أوامرك. الأصحاح 29. وقال داود الملك لكل المجمع: إن سليمان ابني الذي وحده اختاره الله، إنما هو صغير وغض والعمل عظيم، لأن الهيكل ليس لإنسان بل للرب الإله. وأنا بكل قوتي هيأت لبيت إلهي الذهب لما هو من ذهب، والفضة لما هو من فضة، والنحاس لما هو من نحاس، والحديد لما هو من حديد، والخشب لما هو من خشب، وحجارة الجزع، وحجارة للترصيع، وحجارة كحلاء ورقماء، وكل حجارة كريمة، وحجارة الرخام بكثرة. وأيضا لأني قد سررت ببيت إلهي، لي خاصة من ذهب وفضة قد دفعتها لبيت إلهي فوق جميع ما هيأته لبيت القدس، 3000 وزنة ذهب من ذهب أوفير، 7000 وزنة فضة مصفات لأجل تغشية حيطان البيوت. الذهب للذهب، والفضة للفضة، ولكل عمل بيد أرباب الصنائع. فمن ينتدب اليوم لملء يده للرب؟ فانتدب رؤساء الآباء ورؤساء أصباط إسرائيل ورؤساء الألوف والمئات ورؤساء أشغال الملك، وأعطوا لخدمة بيت الله 5000 وزنة و10000 درهم من الذهب، و10000 وزنة من الفضة، و18000 وزنة من النحاس، و100000 وزنة من الحديد. ومن وجد عنده حجارة أعطاها لخزينة بيت الرب عن يد يحئيل الجرشون. وفرح الشعب بانتدابهم، لأنهم بقلب كامل انتدبوا للرب، وداود الملك أيضا فرح فرحا عظيما. وبارك داود الرب أمام كل الجماعة، وقال داود: مبارك أنت أيها الرب إله إسرائيل أبينا من الأزل وإلى الأبد، لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد، لأن لك كل ما في السماء والأرض. لك يا رب الملك وقد ارتفعت رأسا على الجميع، والغنى والكرامة من لدنك، وأنت تتسلط على الجميع، وبيدك القوة والجبروت، وبيدك تعظيم وتشديد الجميع. والآن يا إلهنا نحمدك ونسبح اسمك الجليل، ولكن من أنا ومن هو شعبي حتى نستطيع أن ننتدب هكذا؟ لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك، لأننا نحن غرباء أمامك ونزلاء مثل كل آبائنا. أيامنا كالظل على الأرض وليس رجاء. أيها الرب إلهنا، كل هذه الثروة التي هيأناها لنبني لك بيتا لاسم قدسك، إنما هي من يدك ولك الكل. وقد علمت يا إلهي أنك أنت تمتحن القلوب وتصر بالاستقامة. أنا باستقامة قلبي انتدبت بكل هذه، والآن شعبك الموجود هنا رأيته بفرح ينتدب لك. يا رب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل آبائنا، احفظ هذه إلى الأبد في تصور أفكار قلوب شعبك، وأعد قلوبهم نحوك. وأما سليمان ابني فأعطه قلبا كاملا ليحفظ وصاياك شهاداتك وفرائضك،
وليعمل الجميع وليبني الهيكل الذي هيأت له. ثم قال داود لكل الجماعة: باركوا الرب إلهكم. فبارك كل الجماعة الرب إله آبائهم وخروا وسجدوا للرب وللملك، وذبحوا للرب ذبائح وأصعدوا محرقات للرب في غد ذلك اليوم 1000 ثور و1000 كبش و1000 خروف مع سكائبها، وذبائح كثيرة لكل إسرائيل. وأكلوا وشربوا أمام الرب في ذلك اليوم بفرح عظيم. وملكوا ثانية سليمان بن داود ومسحوه للرب رئيسا وصدوق كاهنا. وجلس سليمان على كرسي الرب ملكا مكان داود أبيه، ونجح وأطاعه كل إسرائيل وجميع الرؤساء والأبطال، وجميع أولاد الملك داود أيضا خضعوا لسليمان الملك. وعظم الرب سليمان جدا في أعين جميع إسرائيل، وجعل عليه جلالا ملكيا لم يكن على ملك قبله في إسرائيل. وداود بن يسى ملك على كل إسرائيل، والزمان الذي ملك فيه على إسرائيل 40 سنة. ملك 7 سنين في حبرون، وملك 33 سنة في أورشليم. ومات بشيبة صالحة وقد شبع أياما وغنا وكرامة. وملك سليمان ابنه مكانه. وأمور داود الملك الأولى والأخيرة هي مكتوبة في سفر أخبار صموئيل الرائي، وأخبار ناثان النبي، وأخبار جاد الرائي، مع كل ملكه وجبروته والأوقات التي عبرت عليه وعلى إسرائيل وعلى كل ممالك الأرود. سفر المزامير، المزمور 15. يا رب، من ينزل في مسكنك؟ من يسكن في جبل قدسك؟ السالك بالكمال والعامل الحق والمتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه، والرذيل محتقر في عينيه ويكرم خائف الرب، يحلف للضرر ولا يغير، فضته لا يعطيها بالربا ولا يأخذ الرشوة على البريء، الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الدهر. سفر الأمثال، الأصحاح 19. أدب ابنك لأن فيه رجاء، ولكن على إماتته لا تحمل نفسك. الشديد الغضب يحمل عقوبة، لأنك إذا نجيته فبعد تعيده. رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا، الأصحاح 5. لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يقصر أحد أيضا أن يموت. ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة.
من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع، فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس. لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي. ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، لأن الحكم من واحد للدينونة، وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير، لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة، لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا، حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا.